بعد موجة الأحداث الأمنية التي شهدها قضاء طوس خرماتو والتي كانت تنذر بجر القضاء والمناطق القريبة منه إلى فتنة طائفية وتحسباً لوقوع أعمال مشابهة، اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والقيادات الأمنية ورجال الدين والعشائر على مختلف مكوناتهم في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك للتوقيع على وثيقة شرف تهدف إلى نبذ كافة أشكال العنف والعنصرية والحفاظ على أمن واستقرار القضاء. اتفقنا على أن نتعاهد أمام الله وأمام أهلنا أن نكون يد واحدة متماسكة مع القوات الأمنية لحفظ الأمن والنظام والاستقرار في مدينتنا، مدينة السلام والتآخي، وأن ننبذ كافة إشكال التفرقة المذهبية والعنصرية التي تريد أن تمزق وحدتنا. نعطي منه رسالة إلى العالم أجمع أننا في داقوق يد واحدة، وأننا في داقوق لا نتفرق، ولن نسمح لقوى الإرهاب الظلامية، للغرباء، للدخلاء أن يتغلغلوا في مجتمعنا. قادة من البيشمركة والحشد الشعبي ممن حضروا وثيقة الشرف أكدوا أهمية التنسيق المشترك في درء أي خطر يمس حياة المواطنين والوقوف صفا واحدا في محاربة الإرهاب. نحن كبيشمركة كأمر اللواء التاسع لقوات البيشمركة جئنا إلى هذا المكان لحماية جميع أطياف المنطقة، لم نأتي إلى هنا بتوجيه لحماية فئة معينة أو بتوجيه لحماية مكان معين، وإنما حماية كل الأراضي الوطنية الموجودة ضمن قضاء داقوق أو محافظة كركوك. العلاقات بين الحشد الشعبي والبشمركة على أعلى المستويات، ولا يوجد نعم حدثت بعض المشاكل، وإن وكانت النية في القيادات في الحشد الشعبي والبشمركة بتهدئة الوضع. ممثلو الأحزاب السياسية من جانبهم دعوا إلى ضرورة توطيد العلاقات الأخوية بين كافة المكونات والتصدي لكل من يحاول إثارة الفتن داخل القضاء. رسالتنا للداقوق هو نرجو من الإخوان المسؤولين ومن الوجهاء والمثقفين في الدوس خرماتو، في التازة خرماتو، في كركوك، لأنه إحنا القوميتين كردية والتركمانية والعربية والشيعة والسنة عندنا عدو مشترك، عدونا الإرهاب. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك.